كان في قصة زمان كده كانت كاتباها، كان كاتبها حد على الفيسبوك من كام سنة كده، وبنوتة كانت بتحكي إن هي يتيمة، وكان عندها يوم اليتيم ده يوم بيبقى كارثة في المدرسة، لأنه كان بيحط لهم في أظرف نعم مبلغ 20 جنيه لكل طفل يتيم، نعم فيندهوا يقولوا مين نعم يتيم في الفصل، فمطلوب منها إنها تقف في وسط اصحابها وترفع ايديها وتقول انا، نعم فده كان بيجرح مشاعرها جامد جدا وسط اصحابها، فكانت بتغيب اليوم ده. نعم فبتقول لما كنت بغيب ما كنتش برضو بيعدي اليوم، اجي المدرسة اليوم بيستنوها اللي بعده يستنوني ويعملوا بيستنوها نفس الموقف تاني. فهو الفكرة انه ما نجرحش مشاعرهم، يعني اذا كنا متخيلين اننا الله بنهتم بيهم الله في يوم، بلاش اليوم يبقى فيه جرح مشاعر باننا بنحتفل بيوم اليتيم. هو احنا يعني مش احتفال، هو مش احتفال، الله هو الرسول عليه الصلاة والسلام وصى عليهم، والوصية ما كانتش عشان يوم واحد في السنة، هي الوصية عشان نهتم بيهم ونرعاهم طول السنة، ولو فينا نفس فيبقى طول عمرنا. فانا بس هي حتة اننا ما نتكش على مشاعرهم، وبدل ما نبقى بنفرحهم نبقى بنضغط على حتة جواهم هم ممكن يكونوا حاسين هاخد منك انهم اللقطة دي، محرومين بس منها. اللقطة دي ما نجرحش مشاعرهم. انت قلتيها بقلب ام شايفة ضناها، قلتيها بقلب واحدة بتعيش مع الناس فشايفة المواجع، اهي ما نجرحش مشاعرهم. اللي انت قلتيها فطرة، هي اساس من اسس الدين. والله انا قلت انت هتقولي لا انت فاهمة غلط، انت لا عشان ده انت بتتعاملي فاهمة صح، بمشاعرك ده انا قلت اتناقض. ايه. وانت متخيلة الدين ده ايه؟ الدين ده هو الفطرة. هو كله رحمة، قال سبحانه: قول معروف ومغفرة خير من ايه بقى؟ من صدقة. صدقة دي بقى ممكن تطلع، سيبك من 20 جنيه ولا الشهادة ام 5 جنيه اللي ما كناش بنصرفها، تطلع الاول في شهادة مش عارف ايه ب 5 جنيه. لازم تبقى كمان الجوائز تحفيزية تشجع الولاد. قول معروف ومغفرة خير من صدقة. الصدقة دي بقى ممكن تكون شنطة مدرسة، وممكن تكون 1000 جنيه، وممكن تكون جهاز عروسة، لكن يتبعها أذى. طبعا هقوم في وسط الفصل، مين اللي أبوه ميت؟ أنا أبويا ميت، أروح مدمر طبعا منهار. طبعا لا، ربنا قال لنا لا، لا، قول معروف ومغفرة أحسن من الصدقة اللي أنت هتعمل فيها مردود نفسي سيء لمن تتصدق عليه. ولذلك رأينا بقى من أمهات المسلمين، يا سلام، اللي فهمت القاعدة. فكانت والله هوريك، مش عارف محفظتي فين، معايا 20 جنيه، مش عارف جنيه. محفظتك فين، والله طب دور على معايا محفظتك. 20 جنيه والله العظيم، كنت بتغدى فاداني ال 20 جنيه مقطعه، فرحت مكببها كده وحطيتها في جيبي، قلت يا رب دي هوديها فين. ففي ناس مزاج عندها تعيد الفلوس ده اهي، بتقول لك ايه؟ نديها للفقراء. مزاج والله، ده مزاج، ده كيف وكأن ايه، هو ده بقى البنك المركزي اللي بيقبل الفلوس المعدومة، اللي هو اي حاجة بقى وخلاص. كانت امهات المسلمين يعرفوا قول المعروف ومغفرة خير من صدقات يتبعها اذى، تجيب الفلوس وتعطرها. السيدة عائشة ولا السيدة خديجة؟ قيل انها السيدة زينب. قيل انها السيدة زينب كانت تعطرها، فيسألوها ليه بتعطرها؟ مش كفاية بياخدوا الفلوس منك؟ قالت: تقع في يد الله قبل صح ان طبعا. تقع فيها. ولذلك هقول لك جاست اجوك، مجرد دعابة يعني. واحد لقاهم بيلموا فلوس للمسجد، فكان معاه 10 جنيه قديمة، فقال لك بس خلاص تروح المسجد بقى، اهم قطعها ومش هنعرف نصرفها، حطيتها تتوه في وسط الفلوس. خلاص بتاعت ما هو بتاعت ربنا، ما يعرفش انها لازم تكون احسن حاجة. لا خلاص، حطها في المسجد. فمن وراه كده واحد خبط عليه على كتفه، اداله 200 جنيه، ففكر انه مشتري الصندوق فحطه الصندوق. فبص عايز يبص كده يشوف، فلقى راجل دقنه بيضاء وبتاع مش عارف ايه، فشويه خبط على كتفه اداله كمان 100 جنيه راح حاططها، 200 جنيه كمان راح حاططها، 1000 جنيه. فعايز يتملى وشه كده من الراجل الجميل ده، فبص لقى ابيض في ابيض كده ودقنه بيضة وبتاع. قال له: الله يبارك لك يا حاج. قال له: على ايه يا ابني؟ قال له: على الفلوس اللي انت حطيتها في الجامع. قال له: لا والله يا ابني، وانت بتحط الفلوس واعمل لك ال 1000 جنيه ده.